أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية، أنا دينا سالم ونناقش في ملفاتنا الليلة. وسط التصعيد العسكري، المؤسسات الدولية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، والاقتصاد اللبناني يتكبد الخسائر. الغارات الإسرائيلية تدفع آلاف اللبنانيين للفرار إلى سوريا. ارتفاع أسعار النفط بعد تلميح الرئيس الأمريكي بالهجوم على منشآت طاقة إيرانية. وسط تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، حذرت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني من خسائر السياحة اللبنانية التي قد تتقلص إلى ما يصل إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يأتي ذلك في وقت كانت أعلنت ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت المؤسسة الخطوة إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان. على جانب آخر، عدل البنك الدولي توقعاته لاقتصاد لبنان من نمو طفيف بنسبة 20% إلى مرحلة الركود، بالإضافة إلى تحذير الأمم المتحدة في ديسمبر من أن البلاد قد تفقد ما بين 2 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النزاع المستمر. للتحليل ينضم إلينا من القاهرة فادي عكوم، الكاتب الصحفي اللبناني. أهلا وسهلا بك أستاذ فادي. وبداية، التصعيد العسكري يتزايد، وهناك حديث عن فرض عقوبات على إيران من دول مجموعة السبع. هل سنرى توسع في هذه الحرب لتمتد إلى مستويات اقتصادية عسكرية أكبر؟ مساء الخير. يعني من دون شك مجريات الأحداث لا توحي أبدا بأن هناك وصل إطلاق النار سريع، بل هناك مجرد بداية للمحادثات وبداية أو محاولة للوصول إلى تنفيذ الاتفاق أو القرار الأممي 17-1. وبسبب هذه التوترات، الانعكاسات الاقتصادية خاصة على الداخل اللبناني ستكون كارثية بشكل فعلي، خاصة وإن لبنان يتعرض لانهيار اقتصادي منذ أكثر من سنتين. العملة منهارة، القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني أصبحت تقريبا غير موجودة، نسبة الفقر وصلت إلى 90%. بعكس الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي الذي يتكل على المساعدات التي تأتيه من مصادر عديدة والمقدرة بمليارات الدولارات، والتي قد تعيد إحياء اقتصاده بشكل أسرع، على عكس الداخل اللبناني الذي يتكل على السياحة بالدرجة الأولى، يتكل على وجود المغتربين في المواسم وفي الأعياد، وهذا أمر كله بات بعيد المنال على الأقل فترة سنة إن توقفت الأعمال الحربية في الوقت الحالي. وبالتالي فإن الأنظار في لبنان الآن لا تتجه فقط نحو الاقتصاد أو نحو الحركة التجارية وغيره، بل الجهود تنصب نحو إغاثة النازحين الذين فاقوا 1,400,000، وهذا ضغط إضافي على الدولة اللبنانية كونها استنفذت خلال الأيام الماضية كافة الموارد المتبقية لها. ولهذا رأينا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقوم بعمل كبير وجبار لأجل
الطلب من أصدقاء لبنان إن كانوا عرب أو إقليميين أو حول العالم لمساعدته بأسرع وقت ممكن. وأعتقد بأن العديد من الدول العربية لبت النداء، لكن المبلغ الذي يحتاجه لبنان بشكل عاجل فقط لمعالجة أزمة النازحين بحدود يعني 500 مليون دولار، وهذا رقم كبير جدا قد لا يتم تحصيله في وقت قياسي، خاصة وأن لبنان يدخل على أبواب الشتاء، أصبح على أبواب الشتاء، وبالتالي فإن تكلفة إيواء النازحين و يعني تدبير أقل متطلبات الحياة لهم ستصبح تكلفتها أعلى. هذا بالإضافة أيضا يعني يجب الحديث أيضا عن توقف العام الدراسي، عن يعني غموض تام يحيط حول الفترة المقبلة التي يقدم عليها لبنان واللبنانيين. وبالفعل طبعا لبنان يعني يعتمد بشكل كبير على السياحة كمورد رئيسي للبلاد، سواء في فصل الصيف وحتى في الشتاء، يعني هناك أشخاص يذهبون خصيصا للبنان للاستمتاع بموسم الشتاء هناك، فستكون هذه طبعا خسائر كبيرة من هذا المورد. لكن إذا عدنا إلى مسألة العقوبات الاقتصادية وتلويح دول كبرى بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على قدرة إيران في المواصلة وأيضا في تمويل حركات المقاومة التي تعتمد عليها بشكل أساسي؟ يعني إيران تتعرض للعقوبات الدولية منذ أكثر من 20 سنة. صحيح. رأينا أنها خلال هذه الفترة، رأينا أنها خلال هذه الفترة استطاعت المضي قدما بالملف النووي، استطاعت المضي قدما بمشروع الصواريخ والطائرات المسيرة، وأصبحت لاعب أساسي في الإقليم أو في منطقة الشرق الأوسط بسبب هذه التهديدات. أما بالنسبة لتمويل الجماعات، فقد أصبح خلال هذه الفترة لهذه الجماعات مصدرين من التمويل. المصدر الأساسي الآتي من إيران، والمصدر الثانوي وهو مهم جدا وقد يكفيها، وهو مشاريعها الخاصة الشرعية والغير شرعية. يعني على سبيل المثال، عشرات الخلايا التابعة لحزب الله تم إلقاء القبض عليها حول العالم لأنها تمارس نشاطات تجارية، بعضها شرعي وبعضها مشبوه، إلا أنها صنفت إرهابية لأن حزب الله أساسا في بعض هذه الدول مصنف إرهابي. يعني بمعنى أصح بأن حزب الله لديه القدرة الاقتصادية للنهوض أو للبقاء لفترة طويلة جدا، ومشاريعه ليست فقط في المنطقة بل توجد في عديد من الدول الأوروبية، توجد في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أمريكا الجنوبية، وبالتالي فمن الصعب جدا أن تؤثر هذه العقوبات لا على إيران ولا على الأذرع كافة وخاصة حزب الله. علما يعني تنبغي الإشارة هنا إلى أن المجريات يعني الأحداث الماضية تدل بشكل مؤكد على وجود مفاوضات وعلى إمكانية إبعاد شبح المفاوضات نهائيا حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن إيران. أرجو أن تبقى معنا أستاذ فادي. أنتقل إلى ضيفنا من نيويورك أحمد محارم الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بلبنان والرد الإيراني على إسرائيل والتصعيد الحادث على مدى الأيام الماضية، كيف تؤثر كل هذه العوامل على اقتصاد المنطقة؟ التحية والتقدير. طبعا الاقتصاد، السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. اللي حاصل منذ عام تقريبا من 7 من أكتوبر 23، العدوان الإسرائيلي الغير مبرر على قطاع غزة وما تبعه من أحداث، إن بنيامين نتنياهو والكابينت تبعه لم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار، ومن ثم فهو عنده محاولة للهروب إلى الأمام. مسألة جنوب لبنان وحزب الله وأنصار الحوثي في اليمن والأذرع الإقليمية أو الإيرانية في المنطقة في سوريا والعراق، كل دي بالنسبة له أهداف يحتفظ بها في الأدراج إلى أن يكون توقيت مناسب أن يستخدمه. هو استغل أكبر قدر ممكن من الظروف، إن الأمريكا منهمكة ومنغمسة في موضوع الانتخابات الداخلية، وبالتالي هو دايس وضاغط جامد جدا على الإدارة الحالية بايدن وفريقه
وفي نفس الوقت اللوب اليهودي هنا يغازل الطرفين ويغازل أكثر كمان الطرف الآخر الجمهوري ترامب. ومن ثم اللي حصل في المنطقة هو يريد أن يشعلها حرب إقليمية هروبا إلى الأمام لمحاولة تحقيق نصر يبدو أنه ليس بالسهل. ونتائج الأمس واليوم كمان في ضاحية الجنوب يبدو أن وجهة نظره أن بقتل حسن نصر الله ستضعف المقاومة من جانب حزب الله، أعتقد شاف درس مختلف تماما ممكن يغير وجهة نظره. الاقتصاد طبعا لبنان أساسا مضرة، احنا نرجع لسبع ثمان شهور ما هو البحر الأحمر كمان وما يمارسه الحوثيون أثر على اقتصاد المنطقة. احنا في قناة السويس عندنا 50% انخفاض في الدخل. التجارة العالمية كمان لما 15-20% من التجارة العالمية بيعدوا من المنطقة دي بدأوا يلفوا من مناطق أخرى رأس الرجاء الصالح، دي تكلفة عالية. فأعتقد الإدارة الأمريكية يجب أن تدرك تماما أن دعمها لإسرائيل الغير مسبوق والغير مبرر قد يؤدي بالنهاية لأنها نفسها، يعني النهاردة بقالنا يومين من يوم الثلاث في إضراب في المواني الأمريكية لسبب آخر أن العمال بيطالبوا بحقوق يعني أشياء مادية، ولكن نقدر نقول أن ظلال ما يحدث في المنطقة سيكون له أو كان له بالتأثير فعلا حقيقي بمرور الوقت. أستاذ أحمد، فقط كنت أريد أن أعرف رأيك فيما يتعلق بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، وهذا يبدو أنه مطروح من قبل دول مجموعة السبع، يعني إلى أي مدى سيؤثر ذلك على المستقبل الاقتصادي لإيران وأيضا تمويلها لكل يعني حركات المقاومة المعتمدة عليها في المنطقة؟ أنا أعتقد مسألة فرض حظر اقتصادي على أو عقوبات اقتصادية على إيران اتجربت من سنين، ولا زالت اتجربت كمان على روسيا، عندهم منافذ أخرى. يعني أمريكا بتعمل حظر اقتصادي أو عقوبات اقتصادية على إيران بيدفع الصين وروسيا ودول أخرى يعني دولية وإقليمية يكون معها علاقات جيدة، الهند كمان يكون معها علاقات جيدة مع إيران، وبالتالي لن تجدي. وفي هذا التوقيت بالذات مسألة فرض العقوبات على إيران لن تؤثر كثيرا. إيران كان عندها ضغط سياسي وضغط شعبي إنه ما حدث في خلال الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا يمثل إحراج كبير للإدارة الإيرانية. ومن ثم كان الكلام اللي كان بيقوله الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة كلام بيقول إن إحنا سياسة جديدة نفتح أيدينا للسلام، ومع ذلك يمكن اعتبره الجانب الإسرائيلي أنه نوع من الهدوء أو الضعف. بالعكس الرد الإيراني كان اختبار يعني محدود القدرات لإسرائيل أن تدرك تماما أن إيران ليس من السهل أن تقترب منها إسرائيل بالشكل الذي تعودت عليه. نعم. التأثيرات الاقتصادية في المنطقة مش هيكون تأثير كبير لمسألة العقوبات على إيران. نعم. طيب أستاذ فادي، يعني الحديث ما زال عن الانعكاسات الاقتصادية لهذا الصراع المستمر والمتصاعد. إذا تحدثنا عن هيكل الاقتصاد الإيراني وكما أشرت هو يقبع تحت عقوبات منذ سنوات طويلة، والاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر كثيرا خلال السنة الماضية ونتيجة للحرب على غزة، أيهما يمكن أن يصمد مع استمرار هذه الحرب برأيك؟ يعني مقارنة بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الإيراني؟ نعم. يعني أعتقد بأن إيران ستكون الخاسرة إن استمرت الحرب لفترة طويلة. لن تستطيع لا روسيا ولا الصين دعمها بالشكل الكافي. روسيا لديها مشاكلها خاصة الضغط المالي الناتج عن حربها مع أوكرانيا. الصين لديها مشاريعها الخاصة، يعني إن كان حتى مع الولايات المتحدة رغم جميع الخلافات إلا أنها لا تريد الدخول في هذه المعمعة. وبالتالي في المقابل كما قلنا سابقا بأن يعني على الأقل الولايات المتحدة والأمريكية واللوبي اليهودي الموجود حول العالم والذي يمتلك قدرات مالية كبيرة جدا لن يترك دولة إسرائيل تنهار ماليا، وبالتالي ستنهار عسكريا، وبالتالي ستنتهي دولة إسرائيل. نحن هنا أمام مفترق طرق هام جدا يتعلق بوجود دولة إسرائيل. عندما نتكلم عن انهيار الدولة يعني انهيار هذا المشروع، وهذا بالطبع لن يسمح به
العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر معروف وليس بجديد. وبالتالي الخاسر الأكبر سيكون الطرف الإيراني الذي سيواجه ليس فقط الضغوط المادية والاقتصادية والمالية، لكنه سيواجه غضب الداخل الإيراني الذي يعاني من التفكك خلال الفترة الماضية، إن كان يعني من قبل يعني التوزيعات للعسكر الإيراني من حرس ثوري، من جيش، من بسيج، من القوميات الأخرى الموجودة، من عرب، من كرد، يعني يوجد تركيبة إيرانية داخلية معقدة جدا قد تنفجر في أي لحظة عند أي ضغط اقتصادي تتعرض له الدولة، والذي سينعكس على المواطن الإيراني من دون شك بشكل كبير. ونحن رأينا منذ 3 سنوات عندما قامت الثورة الخضراء، وقبلها بكذا سنة أيضا سموها الثورة الخضراء، يعني وكانت ليس فقط بسبب الحقد على طريقة الحكم والقساوة التي يتم التعاطي فيها من قبل الأجهزة الأمنية، بل كان الوضع الاقتصادي والوضع المالي للمواطن الإيراني دور أساسي بدفع مئات الألاف إلى الشوارع. ولا ننسى أيضا بأن هناك جزء كبير من الداخل الإيراني حتى الموالين للحرس الثوري الإيراني غير راضين تماما على تصرف يعني قادة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى بما يعتبروه أموال إيران وأموالهم لصرفها على الأزرع خاصة حماس وحزب الله. مفهوم. طيب أستاذ أحمد، لا تكاد تمر فرصة إلا ويؤكد المسؤولون الأمريكيون على وقوفهم إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب الوجودية، لكن هناك بعض التيارات ربما في الولايات المتحدة لا تتفق مع ذلك، تقول أنه يجب أن يكون هناك حد لمدى الدعم المادي على الأقل، لأنه في النهاية هذه أموال تخرج من دافعي الضرائب الأمريكيين. كيف ترصد هذه القضية في الولايات المتحدة، وإلى أي مدى أرهقت هذه الحرب موازنة الولايات المتحدة؟ بالتأكيد هذا كلام ممتاز، وأعتقد الشارع الأمريكي المظاهرات اللي حصلت كان أول مرة نلاقي إن الشباب اللي هم بيمثلوا 40% من كتلة الناخبين يكون عندهم اهتمام بالسياسة الخارجية، نظرا لأكثر من سبب، إن اللي تعرضت له جامعات وأربع رؤساء جامعات مشهورة وعريقة يتم التحقيق معهم في الكونجرس على إنهم سمحوا للطلاب إنهم يعبروا عن وجهة نظرهم دعما لغزة وللظلم اللي واقع عليها. أعتقد بدأت تطلع صيحات وازدادت عن إن هذه الأموال اللي دافعي الضرائب يدفعوها المفروض تروح لاستثمارات ولتنمية علاقات جيدة مع أمريكا والعالم، مش لإسرائيل إنها تضرب فيها الأطفال والنساء. فالصياحات دي زادت شوية كمان مع مسألة الانتخابات دلوقتي. الناس يعني كان في الانتخابات السابقة مبكرا جدا قبل 5 6 شهور بيكون الناخب الأمريكي أخذ قراره يروح جمهوري ولا يروح ديمقراطي. في هذه المرحلة نقول إحنا الجماعة بتوع حزب الكنبة اللي هم مش متأكدين بالظبط هيروحوا فين، أحد هذه الأسباب إنه ظلال دعم أمريكا لإسرائيل غير مسبوق في حربها على غزة، وأيضا دعمها لأوكرانيا، خلى كتير جدا من الأموال بتاع تدفيع الضرائب تروح في اتجاهات لا حققت أوكرانيا انتصار على روسيا، ولا استطاعت إسرائيل أن تحقق انتصار على غزة. وفي نفس الوقت حصل إحراج كبير للإدارة الأمريكية أنها طول عمرها معروف عنها عالميا أنها داعمة لإسرائيل، لكن في هذه الحرب تطور الموضوع من داعمة لإسرائيل إلى أنها مشاركة بالفعل في الحرب. ومن ثم أعتقد هذه الظلال ألقت أضواء مهمة جدا على دور الناخب الأمريكي إلى أي اتجاه ممكن أن يروح. وبعتقد في نفس الوقت كلا الطرفين إذا كان كاميلا هاريس ولا ترامب بيحاولوا يغزلوا اللوبي الصهيوني الموجود. نعم. تطلع تصريحات من هنا وتصريحات من هنا، يعني لازال هناك ضغط شديد جدا بسبب وجهات نظر الناس ان هذه الاموال رايحه لاسرائيل مفروض تروح لاتجاهات ثانيه تفيد الشعب الامريكي. شكرا جزيلا لوجودك معنا من نيويورك احمد محارم الكاتب الصحفي، والشكر موصول ايضا لضيفنا من القاهره فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني.
مشاهدينا، ونستمر معكم في هذه التغطية، وطبعا نتابع تأثير الهجرة الجماعية والنزوح للشباب اللبناني على الاقتصاد. كونوا معنا. أهلا بكم. تسبب عدوان جيش الاحتلال على البلدات الجنوبية في لبنان إلى فرار الآلاف من المواطنين، وبحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي فإن نحو 1,000,000 لبناني نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. من بيروت ينضم إلينا باتريك مارديني، مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق. أهلا وسهلا بك أستاذ باتريك. ربما المشاهد الأكثر يعني توترا بلبنان هي نزوح الآلاف إلى خارج طبعا مدنهم ومن خارج العاصمة بيروت، والكثير أيضا يتجهون إلى سوريا. نريد أن نعرف التأثير المباشر لموجات النزوح الكبيرة التي تحدث الآن على الاقتصاد اللبناني. صحيح، اليوم في عملية نزوح كتير كبيرة عم بتصير خاصة من جنوب لبنان، مناطق الجنوب، إلى المناطق الواقعة شمال العاصمة بيروت، لأنه المناطق اللي عم تكون أكثر شيء مهددة بالقصف وعم تقصف هي بيروت، مش بيروت، الضاحية الجنوبية لبيروت وكل ما هو جنوب بيروت، يعني لحد الحدود مع إسرائيل. وبالتالي صار في موجة نزوح كثير كبيرة، مثل ما قلت يقدر عدد النازحين بحوالي 1,000,000 شخص، معظمهم نزحوا داخل لبنان للمناطق الشمالية. طبعا كلفة هذه النزوح مرتفعة، بمعنى انه اول شيء عندك توقف النازحين عن العمل، هدول الناس كانوا يشتغلوا بمناطقهم بالزراعه بالتجاره بالخدمات، وبالتالي كانوا يشاركوا بالناتج الوطني. ما هيك الخساره اللي لها علاقه بتوقفهم عن العمل، توقفهم عن الانتاج، تقدر بحوالي $1,000,000,000، حوالي من 500,000,000 لمليار دولار. بيبقى عندك كلفه النزوح، يعني المساعدات الانسانيه، الايواء، الطعام، الطبابه، القصص اللي بحاجه لها هدول النازحين، هون كلفتها شوي اعلى، تقدر بين المليار و2 مليار دولار تقريبا. وبالتالي هيدي اذا بنطلع حصرا على كلفه النزوح بشكل خاص. هلا طبعا كلفه الحرب على لبنان هي اوسع بكثير، لانه غير النزوح عندنا دمار البنيه التحتيه، عندنا توقف العجله الاقتصاديه، السياحه، هدول كمان بدنا نزيدهم اذا بدك على الفاتوره. عم نحكي اليوم نحن بانكماش اقتصادي بلبنان، نحن اصلا لبنان وقت فات بالحرب كان عنده نمو سلبي، عفوا نمو صفر، كان قاطع بازمه كثير صعبه، اجت الحرب باسوأ وقت للبنان، وبالتالي رح نقلب على نمو سلبي، يعني الاقتصاد اللبناني رح يصغر. هيدي كلفتها رح تكون بين 3 إلى 4 مليار دولار على السنوات الجايه. طبعا عندنا كلفه دمار البنيه التحتيه، الطرقات، الشركات، البيوت، المنازل، البنايات اللي عم تتهدم، اللي هي كمان تقدر ب 2 إلى 3 مليار دولار. يعني على بعضها كلفة الحرب على لبنان بين 8 إلى 13 مليار دولار، اللي هي كلفة كتير كبيرة، لأنه الناتج المحلي بلبنان 18 مليار. يعني نحن اليوم كلفة الحرب على لبنان تتراوح بين 50 إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، اللي هي كلفة مهولة. ونحن في بداية هذا التصعيد، لا نعلم إلى أين ستذهب الأمور وبأي شكل طبعا، لكن الأعداد الكبيرة التي نتحدث عنها، 1,000,000 أو أكثر من 1,000,000 نازح، ما التحديات التي يواجهها لبنان في استقبال وإيواء هذا العدد الكبير مع النازحين، وخاصة أننا داخلون على فصل الشتاء؟ صحيح، اليوم لبنان مش مجهز، ما عنده بنية تحتية جاهزة لاستيعاب هذا العدد من النازحين، ما عندنا ملاجئ، ما عندنا بدائل، ما هيك. وبالتالي هدول النازحين اليوم جزء كبير منهم على أقل الطبقات
الفقيرة منهم عم تنزل بمدارس، المدارس الرسمية إجمالا أعدت كمراكز لإيواء النازحين. صار في تضامن شعبي كثير مع هدول الأشخاص اللي خسروا بيوتهم وممتلكاتهم ونزحوا، وبالتالي في كثير ناس عم بيستقبلون إذا بدك مجانا، عم يفتحوا لهم بيوتهم، عم بيقعدوا معهم بالبيوت. في كتير عمل على هذا التضامن الاجتماعي عم بيصير بين أفراد المجتمع اللبناني. وطبعا في عندك سوق الأجارات. سوق الأجارات اليوم عم بيعاني من تحديات كتير كبيرة، لأنه في ضغط كتير كبير من نازحين بدهم يستأجروا، وما في عدد كافي من الشقق للأجار. أصلا تاريخيا لبنان، بلبنان الناس ما بتحب تأجر، بتخاف من الأجار، تحب تبيع، وبالتالي اصلا سوق الاجار سوق صغير، واجينا ضغط نزوح كثير كبير وما في شقق كافيه لاستيعاب هيدي الاعداد، وبالتالي اللي عم بيصير في ارتفاع كثير كبير بالاجارات كرده فعل على زياده الطلب. يعني اجمالا بس يزيد الطلب على حي السرعه السعر بيرتفع كثير كبير. حتى يعني اليوم في ناس يكون عندها منازل او غرف مش معده لاستقبال نازحين، عم بيجربوا يزبطوها وكثير عم يدفعوا عليها مصاري ليزبطوها، بس بالاخر بدهم يجربوا يستعيدوا هيدي المصاري اللي حطوها على تظبيط الشقه تبعهم من وراء تاجيرها لهيدي الشقه. فهيدا الشيء عم بيخلي انه الاجارات عم تكون اسعارها جدا مرتفعه بلبنان، عم بيخلي هذا الشيء يزيد عبء كثير كبير على النازحين اللي عم يجوا. وهل تتوفر سياسات حكومية للتعامل مع ارتفاع الإيجارات بسبب هذه الزيادة غير المسبوقة للطلب على المساكن؟ ليكي ما يعني الحكومة اللبنانية طبعا تعالج المشاكل بعد أن تقع، وإجمالا تدخلاتها بتكون بالطريقة السلبية. نحن أكبر ما نتخوف منه هو أنه تتدخل الحكومة وتقول مثلاً بدنا نحط سقف للإيجارات. إذا بتتدخل الحكومة وبتحط سقف للإيجارات تقول ممنوع يدفع إيجار أكثر من مبلغ معين، ما بقعد حدا يأجر، ما بقعد حدا يوفي معه، بصير الناس بيقولك لا أنا خسارة علي، عم يجوا ناس يقعدوا عندي بالشقة، الشقة عم تخسر من قيمتها، وبالتالي أنا إذا ما بدي سعر اللي لازم سعره ما بيقعد يناسبني. وبالتالي أي سقف ممكن ينحط للإيجارات سوف يؤدي إلى شح أكبر بالشقق المتوفرة. هيدا تحديد الأسعار جربوا لبنان بالمحروقات وجربوا بالأدوية بالسنوات الماضية، أدى هذا الشيء لطوابير الذل وانقطاع محروقات بالبلد وانقطاع أدوية، وإن شاء الله ما ينعاد بالأجارات. بتصور أنا يجب ترك سوق الأجارات إنه هو يرجلج نفسه بشكل إنه يقدر يستوعب هيدول، لأنه أي تدخل من الحكومة بهذا الموضوع بيزيد الطين بلة. هلا الحكومة اللي عم تقدر تعمله هي إنه الممتلكات العامة عم تجرب تأمنها للنازحين، مثل ما قلنا المدارس الحكومية مثلا، إذا في يمكن هيك قصص، ملاعب ربما، أندية، ساحات للرياضة كما هو معتاد في مثل هذه الأمور. وأنا أتابع بلش هلا يعني في شغمان، وبالتالي المدارس الخاصه رح تبلش بالتعليم، المدارس الرسميه اليوم فيها نازحين، وبالتالي التلاميذ الفقراء اللي بيروحوا على المدارس الحكوميه بلبنان رح يتاخر عليهم العام الدراسي، كمان هذا الشيء رح ياثر على المستوى تبعهم، على عكس تلاميذ المدارس الخاصه اللي مبدئيا رح يبلشوا عامهم الدراسي بشكل طبيعي. وهون الواحد بيطرح اسئله، يعني صار البلد بسرعتين، الفقير ما عم بيقدر يتعلم، اما اللي عنده الحد الادنى من الدخل عم يقدر يعلم اولاده. يمكن بيسوى كمان نفكر بشي طريقه نخلي المدارس الخاصه تقدر تستوعب تلاميذ المدارس الرسميه بهيدي حالي، عن طريق اعطائهم منح للتلاميذ يروحوا يتعلموا بمدارس خاصه الى حين انتهاء الازمه. يجب التفكير بهيك معالجات انا برايي. طبعا نتابع معك بكثير من الاسى والالم هذه المشاهد للنازحين وايضا صور الدمار، ومعروف انه شريحه كبيره من اللبنانيين تعمل بالخارج وتستثمر كل الأموال التي تدخرها في بناء منزل أو امتلاك شقة. بعد مشاهد هذه الدمار، ما هو الموقف القانوني للملكية، لملكية الشقق، لملكية العقارات في المدن التي تعرضت للقصف؟ يعني مثل ما كنت عم بقول لك، أول شيء لبنان عم بيقطع بهيدي الحرب بأسوأ فترة من تاريخه. نحن بال 2019 لبنان مر بأزمة اقتصادية كان بعدها مستمرة لل 2023 تقريبا. بهيدي الأزمة الاقتصادية صار في عنا أزمة مصرفية، فقدوا الناس الأموال التي ادخروها بالمصارف اللبنانية، وبالتالي الناس اللي كان معهم شوية مصاري شوية أموال
حطينا بالمصارف، خسروا اموالهم، وطبعا هذه الازمه ترافقت مع ركود اقتصادي، يعني خسروا شغلهم، يعني الناس خسروا شغلهم وخسروا مدخراتهم بنفس الوقت. كان باقي لهم هالاملاك اللي شارينا، هالبيت او هالارض، ما هيك رعوة. وبالتالي هلا اجت الحرب تتكمل على ما تبقى من اذا بدك مدخرات للشعب اللبناني، حاططها ببيت او بارض او بشركه او بمؤسسه تجاريه الى اخره. عشان هيك عم بقول انه انا هيك. لكن ما هو الموقف القانوني في لبنان؟ يعني نريد ان نعرف اذا كنت تمتلك بيتا او شقه وتدمرت، هل لك مثلا حصه في الارض؟ او يعني هل هناك اي امل انه ربما يستعيد هؤلاء اللبنانيين بعضا من مدخراتهم التي استثمروها في العقارات؟ لكن اجمالا بالتجارب الماضيه اللي عشناها بلبنان، صار في بالحروب اللي مر فيها لبنان، المساعده الوحيده اللي اجت لهدول الناس هي من الدول العربيه الشقيقه مثل المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج بشكل عام، يعني اللي اجوا وساعدوا باعاده اعمار المنازل والبنايات التي تدمرت. اليوم هيدا التعاطف العربي مع لبنان بطل كثير موجود بسبب بعض المشاكل السياسيه للاسف الشديد، وبالتالي ما بنعرف اذا رح يصير في اعاده اعمار مثل ما صارت بال 2006 او بالسابق، وبالتالي بتصور هيدي شغله كثير مهمه ممكن ترجع تسند شوي هدول الناس. فينا نفكر اذا شيء بالتامين، يعني انت حي الله بيت عليه تامين، ولكن اجمالا التامين لا يشمل حالات الحروب، وبالتالي ما بنعرف اذا شركات التامين شو رح تغطي، قديش رح تغطي، بس بستبعد انها تقدر تغطي كثير. وطبعا الطريقه الثالثه للتعويض على هدول الناس اللي عم بيخسروا قصورهم هي الحكومه اللبنانيه، بس الحكومه اللبنانيه بدها مين يساعدها؟ الحكومه اللبنانيه اليوم ما معها اموال، تخلفت عن دفع ديونها السياديه، اليوم الحكومه اللبنانيه ما معها مصاري اصلا لتسدد ديونها، ما حدا بيدينها مصاري لانه ما عم تقدر تسدد ديونها، وبالتالي الحكومه اللبنانيه بدها مين يساعدها؟ اكيد ما انا قادره تساعد النازحين. مشان هيك عم نقول انه هيدي اثاره لهيدي الحرب رح تكون سيئه جدا على الشعب اللبناني بشكل عام، وخاصه على المتضررين بشكل مباشر من هيدي الحرب. استاذ باتريك، تحدثت منذ قليل عن الأزمة المصرفية الكبيرة التي عاشتها وما زالت يعيش وما زال يعيشها لبنان. طبعا تأتي هذه الحرب لتزيد يعني الضغوط على العملة المحلية وعلى القطاع المصرفي. ما هو وضع الليرة الآن؟ لبنان طبعا من 2019 لليوم لل 2023 شهد انهيار بسعر صرف الليره لحوالي 96% تقريبا، الليره خسرت قيمتها، يعني كان الدولار يوازي 1500 ليره، اليوم الدولار يوازي 90,000 ليره، وبالتالي في انهيار كثير كبير صار لسعر الصرف. بصيف 2023 يعني تقريبا من السنه وصار في استقرار لسعر الصرف، وسبب هذا الاستقرار كانت سياسه نقديه حكيمه اوقفت طباعه الليره واوقفت استدانه الحكومه من المصرف المركزي. سبب التضخم، سبب انهيار سعر صرف اي عمله بالعالم مش بس الليره اللبنانيه وبالاخص الليره اللبنانيه، هو انه المصرف المركزي يمول الحكومه عن طريق التضخم المالي، يعني عن طريق طباعه النقود. هذا الشيء اللي كان يصير بلبنان بين 2019 ل 2023، توقف هذا الشيء عندما قرر المصرف المركزي عدم اقراض الحكومه لا بالليره اللبنانيه ولا بالدولار. هذا الشيء ادى لانخفاض الكتله النقديه من حوالي 80 تريليون ليره لحوالي 55 تريليون ليره، انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وقف انهيار سعر الصرف. طالما المصرف المركزي قادر انه يقول لا للحكومة مش رح اعطيكي اموال، الليرة تبقى مستقرة. اما اذا الحكومة ضغطت على المصرف المركزي لتاخذ منه يا اما دولارات الاحتياطي يا اما تطبع له الليره اللبنانيه ويعطيها اياها من اجل انها تعمل مساعدات او مشاريع او الى اخره، كلفتها لهيدي رح تكون انهيار اكبر بسعر صرف الليره. وهل تعتقد انه هذا السيناريو الاقرب للحدوث، خاصه انه بالتاكيد الحكومه تحتاج اموال لايواء النازحين والانفاق على الحرب والوضع الحالي؟ يعني بيقولوا شر البليه ما يضحك، ما هيك؟ المشكل بلبنان
انه المصرف المركزي اذا بين الحكومه هيدي الاموال، اول شيء طبعا كلفتها رح تكون انهيار بسعر صرف الليره، وبالتالي رح تكون تضخم على هدول النازحين، بيكون المصاري اللي عم يعطيها اياها للنازحين بيد من اجل مساعدتهم، ما هيك؟ عم بياخذها منهم باليد الاخرى عن طريق التضخم وارتفاع الاسعار وانهيار سعر الصرف. ولكن اكثر من هيك خطوره هيدي السياسه انه الحكومه تاخذ اموال من المصرف المركزي، لانه ما عندها قدره انها تستدين اموال من الخارج لانه تخلفت عن دفع ديونها السياديه مثل ما حكينا، وبالتالي خطوره انها تاخذ المصاري الاموال من المصرف المركزي هي انه نحن بنعرف انه الفساد المستشري بالحكومه اللبنانيه رح يخليهم ياخذوا هيدي الاموال ولكنها لن تصل الى الناس اللي عن جد هن بحاجه لهيدي الاموال، رح توصل المصاري للمحسوبيات والازلام على اساس سياسي محاصصاتي يمكن طائفي، ولكن لن تصل هذه الاموال الى الناس الذين هم اكثر الحاجه اليها، مشان هيك بسبب الفساد الموجود بلبنان، جزء كبير من الاموال سوف يهدر، مشان هيك نحن كثير حذرين عندما نطالب الحكومه اللبنانيه بانها تعمل اي شيء، لانه الحكومه اللبنانيه احب على قلبها تاخذ اموال، بس ما بنعرف لوين بيروحوا هيدي الاموال، تدعي انها سوف تساعد، ولكن ما بنعرف اين تختفي هذه الاموال على الطريق، مشان هيك أأمن وأضمن للنازحين انه نحميهم من مخاطر التضخم عن طريق انه المصرف المركزي لا يقرض الحكومه، طبعا الحكومه اللبنانيه عندها واجبات تروح تأمن مساعدات من الخارج من الدول الاوروبيه من الدول الغربيه من الدول العربيه، الدول اللي بدها تساعد لبنان، ما هيك؟ حيالله بلد بده يساعد لبنان بالشرق او بالغرب، شغله الحكومه اللبنانيه تأمن المساعدات لتساعد هدول النازحين، ولكن مساعده هدول النازحين عن طريق التضخم يؤذي هدول النازحين لا يساعدهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من بيروت باتريك مارديني مدير المعهد اللبناني لدراسة السوق. نبقى معكم في القاهرة الإخبارية نواصل المراقبة، وبعد الفاصل كيف ستؤثر التوترات في المنطقة على أسواق الطاقة، كونوا معنا. أهلا بكم. قفزت أسعار النفط على خلفية تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن توجيه ضربة لمنشآت النفط الإيرانية قيد المناقشة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 23% لتصل إلى 73 دولارا و21 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس ب 2.9% لتصل إلى 72 دولارا و61 سنتا للبرميل. لمناقشة وتحليل اتجاهات النفط ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلام خبير الطاقة العالمي. أهلا وسهلا بك دكتور ممدوح، وبداية كيف تقيم تأثر أسعار النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الفترة الماضية؟ هذا كان متوقعاً. عندما تحدث تطورات سياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم ترتفع الأسعار بشكل معقول جدا، لكن السؤال إلى مدى سيستمر ارتفاعها؟ أنا أعتقد أن هذه الأسعار ستستقر قريبا، اللهم إلا إذا تطور النزاع بين إيران وإسرائيل إلى حرب شاملة، أو إذا ضربت إسرائيل منشآت النفط الإيرانية وأوقفت صادرات إيران من 1.5 مليون تقديرا 1.5 مليون برميل يوميا. جميع هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن الارتفاع الحقيقي والأزمة الحقيقية تحصل إلى إذا أدى النزاع إلى وقف إمدادات النفط من الخليج إلى العالم. هذا يعني وقف الصادرات عبر مضيق هرمز. إذا حدث ذلك فنحن نتحدث عن أسعار أكثر من 100 دولار لخام برنت، وربما قد تصل إلى 110 دولار طبقا لاستمرار وطول مدة
الانقطاع. هل هذه العوامل ستدفع إلى مزيد من التهدئة برأيك بضغط من الدول الكبرى، أم أنهم لا يعبؤون بهذا، خاصة أنه التصريح جاء من الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم يناقشون ضرب منشآت النفط الإيرانية؟ يا سيدتي، أنت وأنا نعلم أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل 100%. أنا أقول أن إسرائيل والولايات المتحدة هما عنصر واحد، فبالتالي ما تفكر فيه الدول الأخرى لن يؤثر على سوق النفط. ما يؤثر على سوق النفط هو ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل. حتى بدون التوتر السياسي، الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 أعوام، منذ سحبت 288 مليون برميل من احتياطها الاستراتيجي وهي تتلاعب بسوق النفط عن طريق إنزال كميات من النفط الذي سحبته، كلما بدأ سعر النفط يرتفع. والآن من سيكون المستفيد؟ طبعا نعلم أنه الولايات المتحدة استفادت كثيرا من غياب النفط الروسي في الفترة الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة عليها. الآن إذا أصبحت صادرات النفط من الخليج مهددة أيضا، أمريكا ستكسب كثيرا، أليس كذلك؟ يا سيدتي دعيني أصحح بعض ما قلتيه، وهو أن النفط الروسي لم يتوقف ولو دقيقة واحدة. بالعكس، منذ حرب أوكرانيا الصادرات النفط الروسي وهي تكسر أرقاما قياسية وتصدر أكثر مما ما قبل الحرب. لا أقصد أنه الصادرات الروسية قلت، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من غياب النفط الروسي عن السوق الأوروبية. أقول مرة ثانية أن الصادرات الروسية لم تنخفض. الصادرات الروسية الآن تقدر ب 8.5 مليون برميل ما بين نفط خام وصادرات من مشتقات النفط. إذا انخفضت قليلا صادرات روسيا بسبب تقيد روسيا باتفاقيتها مع منظمة أوبك بلس. صادرات أمريكا للاتحاد الأوروبي هي ليست صادرات حقيقية. أمريكا تصدر ما تقول 4 مليون برميل، ولكن هذه الصادرات ليست نفطا خام، إنما هو مواد تعتبر للخلط مع الخام الثقيل والمتوسط، فهي ليست خاما بالصورة الحقيقية. ثم أن الولايات المتحدة بدل هذا التصدير عبارة عن مبادلة، تصدر 4 مليون من النفط بالغ الخفة وتستورد نفس الكمية من النفط الثقيل الذي تحتاجه مصافيها المتعودة على النفط الفنزويلي الثقيل. طيب، يعني هل برأيك أسواق النفط تتحمل أي ضغط إضافي بعد كل التوترات التي شهدناها على مدى السنوات الأخيرة؟ عبر تاريخها أسواق النفط تحملت حروبا وتحملت نزاعات وتحملت الوصول إلى ما يقرب من حرب نووية في عام 61 وحرب 73 وانقطاع النفط عن أمريكا. إذا السوق قادرة على التجاوب مع الظروف، ولكن أستطيع أن أقول أن الظروف الحالية ظروف صعبة. انقطاع كميات من النفط ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتأكيد، وهو ربما ترتفع الأسعار بشكل
يؤذي الاقتصاد العالمي. وأنا قلت دائما حتى في مقابلاتي معكم أن السعر العادل للنفط هو 100 إلى 110 دولارات، هذا المدى يتحمله الاقتصاد العالمي، ولكن إذا تعدى أكثر من ذلك فإن الاقتصاد العالمي سيبدأ في التراجع. ومما ترصده حاليا من تصعيد الحرب على عدة جبهات في منطقة الشرق الأوسط، المعروف طبعا أنها مسؤولة عن إنتاج يعني جزء كبير من النفط إلى العالم، هل ستكون الأسعار في مستويات تتجاوز المستوى الذي قلت إنه يستطيع أن يتحمله السوق، يعني فوق 100 أو 110 دولارا للبرميل؟ الأسعار الذي يحتاجها السوق الآن ويحتاجها أعضاء منظمة أوبك تتراوح ما بين 85 إلى 95 دولار لتمكينهم من سد عجز ميزانياتهم، ولكن ما أعتقد أننا هذا العام سنحقق هذا الرقم. أنا أعتقد أن استمرار التوترات حتى بدون انقطاع إمدادات النفط قد يصل سعر خام برنت إلى 80 دولار، قد بقوة كثيرة قد يصل حتى إلى 85 دولار، لكنه لن يصل إلى سعر 100 دولار أو 95 دولار. دكتور ممدوح، إذا ما تعرضت منشآت النفط الإيرانية إلى ضربات أمريكية أو إسرائيلية بالفعل، كيف سيكون التأثير على الاقتصاد الإيراني المنهك بفعل سنوات من العقوبات الاقتصادية عالمية؟ أولا الاقتصاد الإيراني سيتأثر كثيرا إضافة إلى العقوبات المفروضة عليه، لكن أود أن أبين نقطة معينة. حتى لو حرم السوق من 1.5 مليون برميل تصدرهما إيران الآن، لن يكون تأثيرا كارثي على السوق، والدليل على ذلك أنه في الأسبوع الماضي صادرات ليبيا انقطعت عن العالم، توقف حوالي 600 إلى 700 ألف برميل في اليوم، ومع ذلك لم يتحرك السوق أبدا. فبالتالي غياب 1.5 مليون برميل لن يؤثر كثيرا على السوق، إنما الذي سيؤثر كثيرا هو توقف 20 مليون برميل تأتي من الخليج العربي عبر مضيق هرمز. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي. وشكرا. شكرا جزيلا لك. هكذا نصل معكم لنهاية حلقتنا الليلة في المراقب، دائما من القاهرة الإخبارية لكم كل التحية.